شويه مبالغ فيها. يعني النهارده كان في مشاهد مبالغ فيها جدا من التكثيف الامني واغلاق الميادين واغلاق الطرق للوصول لنقابه الصحفيين وبعض التجمعات المؤيده للاتفاقيه مع السعوديه، التجمعات اللي رفعت العلم السعودي، ومع احترامنا طبعا للعلم السعودي لكن وكاننا احنا سعداء بالاتفاق. وطبعا ده موضوع غريب شويه لانه يعني ممكن نكون موافقين او مقتنعين انها سعوديه لكن صعب قوي نكون سعداء يعني كده زودوها شويه. لكن الحقيقه ان المشاهد المبالغ فيها دي هي اللي بتصدر احساس الخوف والهلع من الراي الاخر، حتى لو كانت ودي الحقيقه نسبه التأييد للنظام حاليا مرتفعه جدا ونسبه المعارضه ليه منخفضه. هي دي الحقيقه، المصريين عايزين يكملوا طريقهم، المصريين مش عايزين ثوره تانية، المصريين مش قادرين يستحملوا مظاهرات اخرى. هي دي الحقيقه لازم كلنا ندركها، ان احنا لازم نشتغل ولازم نبتدي الخطوه القادمه. وانا بتفرج على العروض العسكريه للقوات الجويه الحقيقه واللي اظن انها كانت اجمل حاجه النهارده، وذكرتنا بحقيقه الاحتفال حقيقه 25 ابريل سيناء وتحريرها من اخر جندي اسرائيلي والدخول في معركه التحكيم من اجل طابه. طبعا هو ده 25 ابريل لكل من نسي التاريخ او انساه الواقع التاريخ، هذه هي الاحتفالات ب 25 ابريل. وانا بتفرج حسيت ان المجتمع ده لازم يقف مع نفسه وقفه جاده يصالح فيها نفسه. وانا هنا طبعا ما بطالبش بالمصالحه مع الاخوان عشان الكلام يبقى واضح والجمله ما تتخذش لوحدها ويبقى لميس تطالب بالمصالحه مع الاخوان، لا انا بتكلم عن ان المجتمع محتاج يتصالح مع نفسه ومع كل من لم تتلوث يده بالدماء. الخلاف في الراي ليس جريمه، الاختلاف حول سياسه او مشروع بعينه ليس خيانه او تهويم قدر العمل، المعارضة ليست عمالة أو طابور خامس، والموالاة ليست نفاق. هذا مجتمع يحتاج أن يعود لقيمه، لسماحته، لهدوء النفسي. مش كل مظاهرة ثورة ومش كل لأ هي لإسقاط النظام. هو ده اللي احنا محتاجينه دلوقتي، ألا نخاف وألا نصدر الخوف والهلع وأن نثق في أنفسنا. فالاختلاف رحمة. وعلى رأي عمنا صلاح جاهين، لولا اختلاف الرأي يا محترم، لولا الزلطين ما الوقود انضرم، ولولا حبلين ليف سوا مخاليف، كان حبل الود بينا كيف اتبرم. أعجبني. نبتدي الحلقة بقى.